ورجعنا تاني مشاهدينا ولسه مكملين مع بعض فقراتنا في نهارك سعيد، موجودين معاكم لحد الساعة 11 صباحا. وصلنا دلوقتي لفقرة جميلة جدا، هي فقرة عين بتكون موجودة معانا كل يوم سبت. اللي بيساعدنا ان يكون معانا النهاردة مصور صحفي هو موهوب جدا ومتميز جدا، قدم عدد كبير من المعارض داخل مصر، وهو حاصل كمان على عدد كبير من الجوائز في مجال التصوير الصحفي. معانا النهاردة وضيفنا المصور الصحفي عمرو عبد الله. صباح الخير يا عمرو. صباح النور. طبعا انت صحفي بوكاله رويترز، من امتى وانت بدات تشتغل او تخش في مجال التصوير الفوتوغرافي اللي هو الصحفي؟ الصحفي طبعا انا في الاول برضو. صباح الخير على الكل. كنت اول في بدايه تصويري كنت تصوير تلفزيون، قعدت شويه في الفتره في الاوليه، وبعدين كملت في الفوتوغرافي من اول 2006 او 2005، يعني بقى لي تقريبا 6 سنين. ست سنين بدأت في بدأت مصر من اليوم. ست سنين بدأت في مصر اليوم ودلوقتي في قناة رويترز. أكيد طبعا كلنا متخيلين أنه مهنة التصوير الصحفي الفوتوغرافي أكيد مهنة شيقة جدا، أنك بتحضر أحداث إحنا ممكن نكون بنشوفها من بعيد ونفسنا نكون موجودين فيها، لكن قد ما هي شيقة قد ما هي فيها مغامرات كتير قوي، أنا ممكن يبقى فيها كمان مخاطر كبيرة وكتيرة. ده يعني حصل معاك ده ولا حصل معايا، ما حصلش؟ الحمد يعني لله. آخر حاجة حصلت معايا كنت في سفرية ليبيا، خدت رصاصة في دراعي الشمال، لا ده انا كنت شظايا بتكلم عن رصاص. مخاطر تانية، لا يعني هو لا كنت يعني متخيلة الحمد انها لله، توصل يعني ديت للرصاصة؟ آخر حاجة حصلت لي يعني في بعض الأوقات، واللي يعني كانت قبل رصاصة؟ القبض. يعني رصاصة، يعني شظايا رصاص، بس الرصاصة كان ميم طه، هي مضاد للطيران للطيارات، بس في نفس الوقت ديت الرصاصة ديت كحجمها كان الشظايا بتاعتها كأنها حجم رصاص كأنها كبير، رصاصة. ودي تخليتني ما اقدرش اكمل السفريه بتاعتي في ليبيا. رجعت، كنت لازم ارجع، يعني ما كانش ينفع اكمل، حتى المكتب قال لي لازم ترجع عشان هو انت نفسيا ممكن كمان. تبقى توافق او ترفض الحاجات اللي انت ممكن تروحها من وجهة نظرك انت شايفها مثلا فيها لو في مخاطر، ممكن ريسك توافق في او الموضوع ترفض؟ يعني ممكن، ما بس الواحد ذات نفسه عايز يدي تاريخ ليه في التصوير، او وكمان الاماكن دي لو انت ما رحتهاش هتقول يا ريتني كنت رحت عشان اصور في الحدث دوت. يعني ايام الثوره الواحد اول ما حصلت الثوره الواحد ما كانش مصدق ان في ثوره، في الثوره المصريه في 25 يناير، يعني بدايه يوم 25 ما كانش حد متوقع الموضوع يوصل طبعا للدرجه دي دلوقتي، طبعا. وحتى في ليبيا برضو. بس ادم حدث لازم قدر الامكان انت بتسجليه بكاميرتك للتاريخ ذات نفسه، يعني طبعا تمام. هو ده. طب انا عايزه اعرف الاختلاف هنا، احنا عارفين ان التصوير الصحفي هو مختلف تماما عن التصوير الفوتوغرافي، انت هتقول لنا برضو ايه الفرق يعني عشان تقوله لنا في نقط كده معروفه، وتقول لنا هل التصوير الصحفي او المصور الصحفي لازم يكون فيه شروط معينه، لازم يكون موهوب بطريقه مختلفه عن اي حد ولا لا؟ هو التصوير عامة حاجة واحدة، هي عبارة عن كاميرا بتنقل الحدث، بس هو بيختلف من الصحفي أو الفوتوغرافي أو المجال اللي هو بيشتغل فيه، كفن بورتريه أو فن إعلانات أو فن كذا، بيختلف من حسب قابلية المصور ذات نفسه وهو حابب يتمم في الموضوع ده أو لا. المصور الصحفي بقدر الإمكان لازم يكون عنده معرفة بكل الأحداث اللي بتحصل سواء في البلد اللي هو عايش فيها أو بره البلد، عشان لما يكون يصور موضوع معين يبقى عارف الاتجاه بتاع الصوره ده لفين بالظبط. يعني كل صوره لها معنى، يعني زي ما بيقولوا من قديم الزمن الصوره بمعنى 1000 كلمه يعني. طبعا وبقدر الامكان الصوره بتعمل حدث، يعني ممكن يكون في مقال كبير عن موضوع معين في صوره واحده، ممكن حد يقرا الموضوع بكل بصوره. تمام. لا طيب يعني تشويق. انا عايز اعرف انت ان شاء الله بكره عندك معرض بتاعك، هتفتتح المعرض بتاعك بكره، هو معرض فيه صور كلها صحفيه وانت مسميه ليبيا طريق الحريه. حضرتك بقى ان ايه شاء الله. ايه الصور المهمه اللي انت حاططها في المعرض ده، وان شاء الله بكره ليه، وامتى قررت تعمل معرض ليك؟ هو الفكره جت عن طريق الجامعه الامريكيه، عامله معرض عن ليبيا عامه، عن احداث ليبيا، دوت البوستر بتاع المعرض. انا وزميل ليا من الجزائر اسمه دي محمد أول مسره. صورة ولا ايه؟ دي أول صورة؟ دي صوره البوستر بتاعت دي صورة المعرض نفسه. البوستر. انا وزميل ليا من الجزائر اسمه محمد مسره من الوكاله الاوروبيه، عاملين زي قصه ليبيا بمعنى الموضوع، صور الطريق ليبيا من الحرار البداية لحد ما حصل يعني لحد ما تدريجيا. سقوط القذافي، صور من الإصابات، صور من الأحداث اللي هي موجودة في ليبيا، طب سواء معلش أنا عايزاك بس دي من يعني أحد تشرح لي الصور، الصورة دي. دي أحد الصور لما اتصاب بقذيفة على خط النار في أجدابي على ما أفتكر، دوت كان خد رصاصتين في الصدر ورصاصة في الجنب اليمين.
لازم قدر الامكان انت في كل صوره مصابين لازم تعملي كادر مختلف، عشان انت في الفتره دي واحد بيشوف حاجات كتير، طبعا. وفي نفس الوقت طب انت لازم ازاي خدت الصورة اللي فاتت دي؟ انت لازم لما بيحصل حاجه انت بتجري. يعني كان يومنا اللي احنا بنحصل ازاي في التصوير، في سواء خط النار بنيجي نصحى الصبح نعرف هنروح فين بالظبط، نصحى نروح على خط النار، وبعد كده نصور الاحداث، ايوه ولما يحصل في اصابات لازم تجري مع المصابين بسرعة، تروح المستشفى، او تروح اللي هم اصلا ما كانش عندهم مستشفيات، يا دوبك تبقى زي مستشفى ظله متنقله. يعني. وقدر ان كان في كل يوم انت بتلاقي لازم تجددي في صوره عشان ما يبقاش متكرره، أكيد لازم تعملي كادر مختلف تبين مدى اللي بيحصل، وفي نفس الوقت تعملي تكوينات. يعني لازم يكون لكل صوره لها تكوين، يعني الصوره مش عباره عن كادر التخديب بصباعك بس، لازم تعرفي عينك رايحه فين، عايزه تنقلي معنى معين للصوره. ده بقدر ان كان اللي بيخلي الواحد، دي من احدى الصور اللي انا بحبها، هتعرضها بكرة موجودة. بحب موجوده في المعرض، دي احدى الصور، وده كان رجله اتبطرت في الاحداث، في بدايه الاحداث، وبرده مصر اللي هو يكمل في الثوره. لازم تدي برده معنى للطريق ذات نفسه كمان. الإصرار، الصورة دي ديت في تدريبات الصور هناك، ديت الغريب اللي انا اتصفت من الصور، لا مش والله. من الصفت مش من عشان هم حتى في التدريبات بتاعتهم بيستخدموا اسلحه حيه. انا كنت بصور دي للاسف، انا بحب يعني في بعض المصورين ما بيحبوش يكونوا قريبين من الحدث ذات نفسه، انا بحب قدر الامكان اكون من الحدث. دي قبل تقريبا الاصابه بتاعتي، كنت بصور تدريبات هما بيعملوا زي خط النار بيضربوا، وفي نفس الوقت في نفس التوقيت بيضربوا طلقات رصاص على بيضربوا نفسهم بنفسهم طبعا، هم في ما كانش في الجيش، للاسف، ما برضه الجيش بتاعهم او ما ما كانش كانش معاهم، عندهم هم ما عندهمش برضه مش الخبره في متعاون. الاول في الخبره استخدام الاسلحه، عشان كده في بعض الاوقات كان في اصابات كتيره منهم لنفسهم. طبعا دي صورة برضو ليهم. دي كان يعني ده كان حصل هجوم من قوات القذافي، مره واحده حصل اطلاق نار دي من قوات كذا من قوات القذافي لا يعني. ديت قوات الثوار، ديت كتيبه الشهداء تقريبا. الصورة فعلا يعني كادرها حلو قوي بصراحة. دي كمان معانا صورة، اشرح لي بس عشان مش شايفة ديت من بعيد. اسم السلاح ممكن مش فاكره، هما بيصلوا عندهم صلاة لازم يكون قبل البتاع، بقدر كان لازم تعملي تكوين، يعني ارتباط الصلاة هما بالنسبة لهم كان كل قبل ما يطلعوا التكبير، او حتى كان في فترة من بعض الصور كان بيتكلموا مش عايز تبين لنا الصورة اللي احنا كلنا كان تنظيم قاعدة، عشان طلعت فترة اللي بيقولوا حتى كان مقالات القذافي او سيف الاسلام بيقولوا اللي في تنظيم القاعدة موجودة على الحدود. فكان عايزين يبينوا ان هم مالهمش دعوة احنا بالحاجات مالناش دعوه، احنا بنصلي، او دي يعني طقوس، يعني احنا عادي واحد بيصلي في وقت الشغل بتاعه. دي. بتحضر للمعرض بتاعك اللي انت هتفتتحه قبلها بقد ايه؟ وبتقعد تفكر ازاي تختار الصور على اي اساس؟ ولا بس الصور اللي ليها ذكريات حلوة عندك، او شايف ان انت من وجهة نظرك اخدت اللقطة دي بصعوبة جدا؟ لا هو على حسب المعرض، على حسب الموضوع اللي انا هعمل عليه، وفي نفس الوقت لازم بقدر في صور لكل واحد تكون قريبه ليه، يعني عايز يبين طبعا الصوره دي تبين مدى تعب فيها قد ايه، ممكن تكون صوره بسيطه جدا بس بالنسبه للمصور غالي عليه، لها معنى معين ليه، ممكن في ناس كتيره تحبها من اول صوره. يعني الحمد لله انا ليه في بعض الصور برضو في ثوره يناير معروضه لناس كتير، على سواء في الاغاني او اغاني الثوره او في البرامج، الحمد لله في ناس ممكن ما تعرفش مين المصور ليها، عشان يعني في حاجه في عامه في الدول العربيه ان الصوره تبع وكاله انباء سواء رويترز سواء وكاله فهي امريكيه بس فقط مكتوب، ممكن ممكن ما المدرسة. يعرفوش مين المصور اصلا، ممكن يكتبوا رويترز بس ما يكتبوش اسم المصور. ودي يعني كنا بنحاول في بره في الدول الاوروبيه او بره الاطار ذات نفسه بيكتبوا اسم المصور واسم الوكاله، عشان ديت ده حق شخص طبعا المصور. يعني معظم الصور لو انت في صور كتيره موجوده في المسلسلات او في احداث الثوره وتشوفيها في القنوات، في ناس الحمد لله دي ممكن تكون مني او من زمايلي في بعض الوكالات او بعض المصورين في الجرايد، عشان في صور كتيره من المصورين كويسين جدا، وبرده في نفس الوقت اللي بنلاقيه ما فيش حد يعرف الصوره دي تبع مين. يكفي ان هم عرضوا نفسهم لخطر كبير جدا يعني علشان يجيبوا لنا الصور دي، فلازم نحققهم لازم ان احنا على نعرف الاقل مين الابطال دي بصراحه. اقل تقدير هم بقى يعني. ابطال برضو يعني. تمام، يعني احنا في زمايل لينا كتير اتصابوا في الثوره المصريه، وفي زمايل ليه كتير برضو، يعني لسه في زميل لينا برضو مصور في اتصاب برضو في ليبيا في اخر الاحداث. احنا برضو بيبقى احنا كنا معانا سلاح، يعني في بعض الاوقات ما نعرفش ايه اللي بيحصل، يعني ممكن اللقطه يعني انا الاصابه اللي جات لي هي ثانيه بتحصل لك كل حاجه. مظبوط.
احيانا بتعمل معارض، هي ده هو ده اول معرض هتعمله ولا عملت لا، معارض قبل في كده؟ كذا، في كذا معرض حصل، بس دوت اول معرض يكون يعني انا اكون واحد بس من مصر فيه. بس في قبل كده كان في معارض في دي الصور وقت ديت، الثورة في اوت ديت في بدايه 25 التحرير. يناير، ديت اول يوم، ودي الصور بقدر الامكان شهيره برضو في احداث ثوره يناير، في دي يوم 25، ودي برضو الصوره دوت معموله بوسترات كتير، ديت اللي يوم واقفين هناك 28 يناير، ديت قدام الحزب الوطني السابق. هناك دول الشرطة اه الجيش، وده دي حد من الشرطه الصور. المصريه. الصورة حلوة أوي. شكرا. وديت طبعا مدينه التحرير بقدر الامكان، انا في انا مدينه التحرير كنت باخد صوره كل يوم، لازم اخد صوره جنرال فيو للمكان، هو انت واخد الصورة دي مثلا من فوق ايه دي من فوق وعلى بعد قد ايه؟ عماره، بس لازم بقدر الامكان كل مره لازم تعمل صوره مختلفه. ديت انا مقلل السرعه جدا عشان ابين مدى الحركه بتاعه وكميه العدد، الناس. حتى تلاقي في ناس بتصلي على الجنب اليمين وعاملين عليهم تحويطه تبين ان هم في حركه موشن في الصوره ذات نفسها. لا بس دي طبعا ايه بقى ديت كله علم مصر، ديت في يعني بقدر الامكان بتعملي زي تشويش حركه في الصوره، للناس، بس بس في نفس الوقت بتدي تركيز في حاجه معينه كمعنى معين. بجد صورك فيها لمسة حلوة جدا. ايه بقى ديت برضو في احداث الثوره، ده بيبقى قاعد في وسط الميدان يعني. حاطط لزق على بقه عشان ما يتكلمش. بنوتة طبعا، رسمة وشها لا على ده مصر. ولد. ده ولد؟ اوكي مش باين اصلا. ما هو مش لا باين من علم مصر. لا كده الصور خلاص. فبقول لك، انت لما انت بتقولي انك عملت معارض قبل كده، هل لما بتيجي تعمل معرض ده بيكون علشان انت عندك صور، مجموعة صور كبيرة تقدر تعمل معرض لموضوع معين، الموضوع معين. ولا لما بتجمع مواضيع كتير فبتروح عامل معرض وكل كوان بيكون فيه صور اللي تبع لا الموضوع هو ده؟ ده لسه ما عملتوش، انا يعني بتمنى ان شاء الله في يوم من ان شاء الايام الله. قريب ان انا اعمل المدى ال5 سنين اللي عملتهم في معرض يدوم في كل حاجه، سواء رياضه سواء سياسي سواء احداث اجتماعيه. يعني الحمد لله انا برضو صورت احداث رياضيه كتير سواء في كاس افريقيا او كاس العالم، يعني قدر انا الامكان عندي بصراحه يعني كم جوائز كتير جدا، انا مش قادره اقولهم الحمد بصراحه، لله كتير رب قوي العالمين. ما شاء الله، الله اكبر يعني. لكن انت كلمني عن الجوائز اللي خدتها، عن التصوير الصحفي اللي انت قدمته او اللي انت حصلت عليه وقدمته للناس مثلا من يعني خلال انا ذكرى الحمد لله رويترز. احنا في نقابه الصحفيين او رابطه المصورين الصحفيين بتعمل كل سنه مسابقه على التصوير الصحفي في مصر سواء 2010 2009 2000 وكذا. الحمد لله كان في كل سنه بيحصل لي اخد نصيب من جوائز. تسعة جوائز الحمد مظبوط. لله. الحمد بس لله. اخر جائزه او اخر تكريم حصل لي صوره، كان في معرض عن الثوره المصريه، لما تاخدي شهاده كشهاده تقدير لتصوير الثوره المصريه، دي كانت اهم حاجه عندي، اللي انت تكوني عملتي سبت ذكرى معاكي او لاولادك او لاسرتك، اللي انت معاكي حاجه حصلت انت صورتيها وكنت موجوده في نفس الحدث دوت، مع انها ما فيهاش اي حاجه كبيره بس في نفس الوقت كمعنى. بس الحمد لله في بعض الجوائز لها معنى كويس كتير عندي يعني. طبعا دي حاجة جميلة جدا، الواحد لما بيشتغل وبيعمل شغل حلو قوي ويتكرم او ياخد جايزة اكيد بيحس انه ده تشجيع ليه لقدام. الحمد لله. انا بشكرك جدا يا عمرو، وصورك النهاردة اللي شفناها في منتهى جمال، وايدك حلوة قوي، وميرسي جدا ليك، وان شاء الله يكون لينا قعدة تانية في معارض اخرى ونتكلم عنها. إن شاء الله. شكرا ميرسي. لحضرتك. ميرسي. مشاهدينا، كان معانا مصور الصحفي عمرو عبد الله، هو مصور صحفي بوكالة رويتر، ورانا صور كتير جدا ليه عملها، منها اللي قريب جدا من قلبه، منها اللي كان يونيك او كان مختلف جدا. نروح لفاصل ونرجع مرة تانية، لسه مكملين معاكم في نهارك سعيد.